السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. عفوا ممكن تعرفنا باسمك؟ فائق حسين علوان. ووالد المريضة؟ والد المريضة رحاب فائق حسين. شنو شبيها رحاب تقدر تحكي؟ رحاب فائق قبل سنة صار عندها مرض وهن عضلي. نعم. وهن عضلي الدكاترة ما قصروا سووا لها عملية يسمونها غدة شالوا غدة السعترية. نعم. على أساس مرة الغدة السعترية يعني 70% تصير زينة. ورا 3 أشهر بدأت تكسر بس الانتكاسة السابقة. نعم. رجع للأطباء مرة ثانية قالوا هاي يحتاج لها غسل. سووا لها غسلات آخر شيء قبل شهر سووا لها غسلة ما استفادت من الغسلات. نعم. بعدين لجنة الأطباء قرروا بأنه ما يفيدها غير علاج الأبر الأمينوغلوبين. الأمينوغلوبين. وحسب وزنها اللي هو 45 يعني تحتاج لها 16 أبرة. زين إيش قد أنت وفرت سعر الأبرة؟ أنا هسه وفرت 3 أبر. على إيش قد وفرتها؟ على 230 دولار يعني تقريبا 900,000. شنو انت حالتك المادية؟ انا متقاعد. نعم. متقاعد عسكري متقاعد. اي اي. وين ساكن بالضبط؟ ساكن بجسر ديالة. بيتك ملك ايجار؟ اراضي زراعية. يعني انت جاوز؟ اي. زين ما عندك امكانية توفر ال 12 ابرة اللي ما بقت؟ عندي امكانية والله اوفرها. لو عندي مشان ما قصرت. الله يكون بعونك. رحاب انت يا صف الثالث تريدين ترجعين للمدرسة؟ إن شاء الله ترجعين وتصيرين ناجحة. أختي أنت بأختها يعني بدل من والدتها حاليا؟ والدتي تعبانة ما تقدر. إيش قصة اللي جت وياها؟ تقريبا صار لي 10 أيام من هنا ومن سنة ونصف يعني راجع في فترة بينهم. الله يكون بعونكم. طبعا طالب اختصاص علمي. نعم. أختها؟ لا أختها العام تركت الامتحان لأنه وياها بالمستشفى. أختها الثانية كان صار بها مرض شو اسمه مرض هذا يعني كرون ديزيز توفت العام. لا رحمة الله. طبعا هاي كانت بالعملية وأختها توفت. ظلت هاي ورا العملية ورا الوفاة بأختها بأسبوع ما تدري بأنها أختها متوفية لأنها هي بالمستشفى. الله يكون بعونكم. وأنتم حاليا يا مستشفى؟ مدينة الطب الطابق العاشر الردة النسائية. ردها النسائية. عصبية النسائية. يعني القسم الأعصاب ردها النسائية. رقم 3. خير إن شاء الله. طبعاً الجمعية وفرت لكم 6 أبر. إحنا حصلنا الأبر على 220 دولار من أخ متبرع فاعل خير عن طريق صيدليته خفضنا بالأسعار. والمتبرعين منظمة ICARE من نيوزيلندا 220 دولار. لا تنسوهم بالدعاء جزاكم الله خير. اللهم يوفقكم بها السميع العليم. واحنا بسمعنا ايضا اكو منظمه ثانيه تبرعت لكم 6 أبر فان شاء الله اكتمل المجموع العلاج اذا الله شاء. جزاكم الله خير. رحاب ان شاء الله سنتي جاي بالمدرسه اذا الله شاء ترجعين تكملين ان شاء الله. اريدك تنجحين ان شاء الله. الله يحفظكم لكل خير ان شاء الله.